اهلا بحضراتكم من جديد. هنبتدي مع حضراتكم جوله كده نطمن بيها على اخبار الجو. هنبتدي مع خبراء هيئه الارصاد الجويه اللي اكدوا ان النهارده الطقس في القاهره الكبرى هيكون معتدل بالنهار وبرد جدا بالليل، والرياح هتكون من معتدله لنشطه في بعض الاحيان. اما بقى في الوجه البحري هيكون معتدل بالنهار، شديد البروده بالليل، ورياح كمان معتدله وفي شبوره مائيه. ونروح للسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية اللي هيكون الجو لطيف بالنهار وشديد البرودة بالليل، وهيكون في شبورة مائية ورياح كمان معتدلة. أما بقى في جنوب سيناء والبحر الأحمر فالجو هيكون معتدل بالنهار وبرد بالليل، ورياح هتكون نشطة جدا على البحر الأحمر. أما في صعيد مصر فهيكون الجو من مائل للحرارة لمعتدل صباحا وشديد البرودة بالليل، وفي نشاط للرياح في شمال الصعيد ورياح معتدلة في الجنوب. هستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة في مدن مصر. هنبتدي بالقاهرة الكبرى ودرجة الحرارة العظمى فيها اتسجلت 28 والصغرى 14، اسكندرية 23 15، مطروح 19 15، بورسعيد 22 17، أما طابة ف 24 17، وكاترين 23 10، شرم الشيخ 29 19، الغردقة 27 17، ونروح للفيوم درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 14، بني سويف 29 15، المنيا 29 16، وأسوان 32 18، الوادي الجديد 29 15، وأخيرا حلايب 28 20.